عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس شويه. دابا بغيت نصور معاكم الشرموله تاع العدس. غادي دابا راه درته هو كيتسلق، دابا غادي نقطع معاكم شويه الطماطيشه والبصله والربيع والثومه. ها هي الثومه، الثومه وما عمرنا درنا العدس حتى هذا النهار غنديروه. معكم عدس طيب زوين مشرمل، اي حاجه نديروها معكم احبابي. بغيت معاه لحم صعيد، وقتها هادي وقت البصلة وقت كل شيء خضار وقت نحضر مع حبابي هنا شوية العدس. هو العدس راه صحي ولكن حنا راه مكنبغيهوش، شوية كيضرني في النصران. دابا شحال هادي ما كلينا، تقريبا غادا شي عام حتى اليوم يمكن ندير شوية د العدس. ولا بعد الربيع شويه المعدنوس، ها الربيع باقي جديد. يلاه يلاه شريته تبارك الله، باقي غير تاع الدير. هذا كيوجهي مطيشه، ها هي احبابي. هذه هي المطيش اللي طحنت، والربيع هو هذا. انا كنتسنى دابا العدس يتسلق باش ندير عليها الشاميله وندير العطريه وندير الزيت. هذا اللي حكيت في الحكاكه، خضر الربيع، الثومه، البصله الخضريه، باش نديرهم مع العدس. ايوا هذه الشرميله تاعت العدس. دابا غادي نجيبو باش نخلطو معاه وندير ليه العطرية. كتشوفو هنا درت الملحة ودرت سكنجبير ودرت هذاك العرق الصفر ودرت الكامون ودرت الزيت العود وهذاك الشيء اللي كيجي مع هاد لاصوص تاع العدس. دابا غادي نجيب العدس باش نكبو عليه كل ويديرو نديرو يطيب.
قرب شويه طيب كان نزوط واحد الغريقه تاع المعشقه تاع هذيك سميتها المطيشه تاع الحك. مرحبا بي، دابا هذا هو العدس. انا درت ليه الشرميله ودرت ليه البصله والربيع والثومه ومطيشه محكوكه والملحه وزيت العود والزيت الاخرى وداك العرق وشويه ديال البزار. انا شاركت معكم هذا الشويه ديال العدس كي درت معكم، هو هذا صايبتو وطاب وجا زوين. ها غزال تبارك الله. ايوا خوتي، هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى يعجبكم ويكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بلي لايك والاشتراك مع الاحباب والاصدقاء، وكنتمنى يجمجموا لينا هذا الفيديو حتى هو، وكنتمنى نشوف فيه اكبر عدد ديال اللايك واكبر عدد ديال المشاهده باش دائما نجيكم بالجديد. وكنقدم تحيه خاصه للناس اللي كيتابعونا داخل الوطن وخارج الوطن، تبارك الله عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. يلاه تهلاو ليا فراسكم.